هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. عواشركم مبروكة وكل عام وأنتم بألف خير. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين وبارك لنا في شعبان. اليوم غادي أخوتي أخواتي نصاوب معكم السمبوسة أو السموزة نتاع الدجاج. بقوا معنا إن شاء الله حتى آخر الفيديو باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير اللي هي سهلة ومعتمدة في كل بيت. أخوتي أخواتي هنا عندي تقريبا واحد جوج دجاجات قطعناهم هكا مرصوين، إلا بغيتو نتوما يعني تخليهم وافيين، أنا يعني باش دغيا يطيبوا. فدرتنا الإبزار والملح والخرقوم كذلك واحد المعلقة نتاع القرفة. صافي غادي نديرو الزيت كذلك، ندير واحد المعلقة نتاع الزبدة، وغادي ندير واحد نصف ملعقة نتاع الهيل، وغادي نردو على البوطة ونديرو على بوطة مهيلة لأن ما غاديش ندير فيه كاع الماء. صافي اخوتي اخواتاتي غادي مره نبقاها كنقلبوا على الجهتين وحتى يتشحر مزيان، وغادي نطحن واحد الثلاثه نتاع البصلات، غادي نطحنهم مزيان ما غاديش نقطعهم. صافي غادي نزيدهم للدجاج ديالنا ونخليه حتى يتشحر مزيان، وغادي يطيب على خاطرو بلا ما غادي نزيد له حتى شي قطره نتاع الماء. فهي مره تحركوه، وضروري ما تكون الطنجره يعني ما كتحرقش. ودابا اخوتي اخواتاتي من بعد ما طاب الدجاج ديالنا غادي دابا نزولو وغادي نخليه يبرد ونزولو العظام، وغادي هذاك الزيت او اللي بقات في الطنجره غادي نصفيها نحيد لها كاع العظام اللي فيها، وغادي نزيد عليها كما غادي تشوفوا معايا في الصوره، غادي نزيد عليها البصله مطحونه وغادي نخليها حتى تعقاد، وعاد غادي نرجع فيها الدجاج اللي حيدت له العظام. كما شفتوا معايا اخوتي اخواتاتي البصله تعسلات مزيان في هذاك الصوص. بالنسبه الى يعني بالكم شويه تاع الزيت غادي تصفيوه وتخليوه على جنب. فهنا في هذه المرحله غادي نزيد واحد المعلقه تاع العسل هكا باش تعطيه الحلاوه، وكذلك يجي يعني السموزات ديالنا يجيو حلوين وكيجيو كذلك بنان. فصافي غادي نرجع فيه هذاك الدجاج اللي ديجا حيدت له العظام ديالو، وغادي نخلطو كما كتشوفوا معايا مع هذيك الصوص العاقده نتاع البصله، وصافي غادي نخليها تبرد على جنب ونمشيو نقليو اللوز حتى هو. وبالنسبه للوز خوتي خواتاتي كما كتعرفوا كنقليو في الزيت اللي كتكون بارده. صافي دابا غادي نمشيو نطحنوا اللوز ديالنا، غادي ندير واحد المعلقه نتاع القرفه كذلك، ندير واحد جوج معلقات نتاع السكر او ثلاثه يعني على حسب الذوق كل واحد، وكي كيبغي البسيطيلات او السموزات يكونوا حلوين. فهذه هي الزيت خوتي خواتاتي اللي صفيتها بهذيك البصله او المرقه ديالنا. صافي غادي نطحنوا كما شفتوا، غادي نطحنوا انا حتى يعني يدير، غادي نخليه شويه هكا كونكاسي، وغادي نزيد هذيك الزيت فوقه ونعاود نطحنوا مره اخرى غير يعني طحنه خفيفه. وصافي غادي نخلطوا كما كتشوفوا معايا في الصوره، واي واحد راه كيعرف يدير هذه الطريقه. فصافي غادي نخلطوا الخليط ديالنا تاع اللوز مع الدجاج، وغادي نصاوبوا السموزات ديالنا ان شاء الله.
هنا كما شفتوا معايا زدت واحد المعلقة نتاع القرفة، وهنا يا اخوتي اخواتاتي هذه هي الورقة ديالنا. حنا الورقة هنا اللي كنشريها كنشريها على الشناوة، كتكون عندهم يعني ورقة نتاع الروز زينة كتجبد، يعني ما كتحتاجي لا تلصقيها لا بطحين لا شي حاجة، يعني هي بالزبدة والزيت وما كتحلش نهائيا، وهي عملية يعني كتجي مقرمشة وكتجي سهلة يعني في ملي كنصاوبوها. صافي غادي نقطعو هكا على شكل مستطيلات وغادي نبداو نصاوبو الساموزة ديالنا. هنايا كل واحد والطريقة ديالو، كل واحد يعني والطريقة ديالو في كي كيطوي الساموزات، فهي أسهل يعني طريقة هي كنديروها كالمثلثات. فنخليكم مع تتمة الفيديو، والفيديو إن شاء الله راهي يشرح يعني يشرح راسه بنفسه. وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام، وطيب الكلمات والإيمان، أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخوان، جيران رب العالمين وحزبه، أكرم بهم في صفوة الجيران، وإذا بنور ساطع قد أشرق منه الجنان قصيها والداني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان، فاعمل لجنات النعيم وطيبها، أنعم بدار الخلد والرضوان، إن كنت مشتاقا لها كلف بها شوق الغريب لرؤية الأوطان، فعمل لجنات النعيم وطيبها، أنعم بدار الخلد والرضوان، إن كنت مشتاقا لها كلف بها الغريب لرؤية الأوطان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها. وهنا يا اخوتي اخواتاتي الا بغيتو دوبليو يعني الورقه وخفتوها يعني كتبان لكم شفافه، يعني دوبليوها بحال انا يعني هنايا دوبليت شويه حيت كتبان لي بحال الحشوه كتبان، فدوبليتها مره ثانيه
هكذا هي لهذا الشكل. ان شاء الله تكون يعني الطريقه هذه واضحه وسهله، فهي سهله يعني. شوفوا يعني من بعد يعني زدت درت ورقه ودرت عليها ورقه اخرى، فباش تجيني يعني دقه واحده باش ما نضلش نعاود الدوبلاج. صافي هذه هي اخوتي اخواتاتي الطريقه ديالي في الطي نتاع الساموزات. ان شاء الله يعني تستافدوا معايا بالنسبه للبنات اللي يعني يلا باديين يعني في المطبخ. فهذا هو يعني اسهل طريقه، فسهله يعني ماشي شي حاجه اللي واعره. اخوتي اخواتاتي بالنسبه اللي يبغى يديرها في الكونجيلاتور يعني كتقعد يعني كتقعد حتى تقريبا واحد شهر. انا يعني ما كنقطرش بها بزاف في رمضان يعني، ما كنديرش بزاف ونخليها في الكونجيلاتور، كندير شويه نتاع 15 يوم وكذلك كتكمل عاوده كنمشي ندير واحد شويه اخر يعني، ف كنديرش يعني دقه واحده. فالواحد تيبدل مره كيدير نتاع نتاع السمك مره نتاع الخضرة. اما بالنسبه نتاع الكفته فانا ما كنديرهاش في الكونجيلاتور، مي كنبغي ندير نتاع الكفته كنديرها بنهارها وصافي، كندير غير هذيك الكميه اللي غادي نديرها داك النهار. غير تاع الدجاج اللي كان الدجاج والحوت اللي كان زعما كنكثر بها ونخليها في الفريجيدان ما تفوتش 15 يوم يعني، ماشي نكثر لان الواحد غادي يبقى ياكل الخضره، ماشي ضروري كيكونوا هاد الساموزات، راه كاين الخضره كاين كلشي. وكذلك الواحد خصو يغدي نفسه بذكر الله، فالماكلة يعني راه شحال ما كلينا راه فيه البركة. وصافي اخوتي اخواتاتي، من تكونوا تبغيو ديروها في الكونجيلاتور تحكموا عليها الاغلاق مزيان، ديروها في هذوك الميكات اللي كيكون فيهم هذاك السنسال، حنا كنقولها زيب باك، فهذوك هما اللي كيخليو يخليوها محميه وما كتجبديها، ما كيستقلكش عليها الثلج او يعني تحلك فمن تكون عديها في الفران. ومن تتبغيو تجبدو طيبوها في الفران يعني ديريكت من الكونجيلاتور ديريكت الفران كيكون سخون، ماشي تخليوها على برا عاد وطيبوها، لا يعني من الكونجيلاتور ديريكت، اللي بغى يقلي يقلي واللي بغى يدير في الفران من الاحسن. فهذه هي اخوتي اخواتاتي، هذه الكميه اللي درت انا هنا، راه ما ماشي درتهاش رمضان يعني، درتها هي للدار يعني، عفوا هي الاولاد يعني هذاك النهار اللي غادي ياكلوا، ف درتها في الثلاجه، درتها هكا في واحد العلبه وطيبتها الغدا ليه. يعني بالنسبه لي انتما كنتو غادي ديروها في الكونجيلاتور يعني ضروري ما ديروها في الميكات وتحكموا الاغلاق مزيان. انا غادي نوريكم الطريقه في الاخير، كنت درت يعني شي وحدين تاع السمك، نوريكم الطريقه باش تخرجوا الهواء يعني من الميكا. هنا يا اخوتي اخواتاتي كما شفتوا معايا، هذه الساموزه نتاع السيجارات نتاع السمك. هنايا من تبغوا تحكموا الاغلاق ضروري ما يكون عندكم واحد السترو العصير، فتدخلوه لداخل وتجبدوا الهواء وكيكون يعني كيدير بحال ديك الماكينه اللي كتباع. فيعني هذه الطريقه كتخلي الساموزه او هذا السيجار كتخليهم يعني محتفظين. فهذه هي الساموزه ديالي تاع الدجاج، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا شكرا عفوا على المشاهده. دمتم في رعايه الله وحفظه، عواشركم مبروكه، يجعل ربي يدخل لكم رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر يا رب العالمين. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.